السادة المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من صباحات سودانية. فقرة الرياضة، تلك الفقرة التي تسلط الضوء على جسم الإنسان وعلى عضلاته المختلفة. تسليط الضوء على التدريبات والتمارين بشكلها الصحيح يجنب الناس كثيرا من الإصابات التي تترتب على أداء التدريبات بشكل غير صحيح. السادة المشاهدون الكرام، في هذا اليوم نتعرف على عضلة البايسبس العضدية، هذه العضلة الجميلة التي يحبها كثير جدا من الشباب، وهي من العضلات التي نجد أن الكثير من الشباب يدخلون صالات الجيمنيزيوم بهدف تدريب هذه العضلة في غاية الأهمية. اليوم نتحدث عن هذه العضلة عبر تمرينين اثنين. إيزيت بار، ذلك البار المتعرج القصير الذي يحمل فيه اللاعب مجموعة من الأحمال، ونشير في ذلك إلى وضع الأحمال المناسبة في البار، ولذلك حتى يكون التدريب بشكل متكامل ولا يستخدم الشخص أو يفرط كثيرا في استخدام الأحمال، فذلك مما يضر العضلات بشكل كبير جدا. بعد وضع الأقراص المناسبة يقف اللاعب وهو يحمل البار ويكون في كامل الاستقامة، اليدين تكون إلى الأسفل والقبضتين في هذا التمرين تكون مقلوبتين، وهو نوع من أنواع تمارين البايسبس التي تستهدف العضلة البايسبس الداخلية البريتشايلز، بالإضافة إلى ما يسمى بالعضلة الكعبورية الأمامية، وهي عضلة موجودة في أعلى الساعد. يقف اللاعب حاملا البار ثم يرتفع البار إلى الأعلى حتى يصل إلى أعلى نقطة، ثم يبدأ في عملية الهبوط إلى الأسفل مرة أخرى حتى يصل إلى وضع الصفر من جديد، وبذلك نكون قد حققنا انقباضا وانبساطا عضليا قويا باتجاه هذه العضلة، وتأثرت العضلة تأثيرا كبيرا، وذلك الإحساس بالإجهاد الموجود داخل هذه العضلات في وقت الحركة وفي وقت التدريب وفي وقت التمرين. هذا الشكل الأول من التدريب الذي نستهدف به هذه العضلة. هناك ما يسمى بالدامبلز، هي قطع من الأوزان المتوازنة تحمل باليد الواحدة، كثير من الناس يقتنونها بالمنازل. نستطيع أن نؤدي نفس هذه العضلة باستخدام الدامبل بما يسمى تدريب أو الهامر إكسرسايز، ويقف اللاعب يحمل الدامبل على جانبي الجسم ثم يصعد الدامبل في شكل المطرقة إلى أعلى نقطة، ويكون بخط متوازي تماما مع عضلة الكتف مع ثبوت العضد بجانب الجسم، ثم يحصل هذا الهبوط المباشر إلى أسفل محققا الانقباض والانبساط العضلي عبر الحركتين السلبية والإيجابية لعضلة البايسبس. بذلك نكون قد أثرنا تأثيرا كبيرا على عضلة البايسبس، العضلة الكعبورية لمنطقة الجريدة أو الساعد كما يسمى. وفي هذه التدريبات وفي هذه التمارين نستطيع أن نمتلك سواعد قوية تحمل من القوة والجمال ما نصبو إليه.